يعني هذه الدول مثلا أمريكا اللي المرأة تتعرف فيها كما تريد بيضربون ليل نهار في سوريا وأفغانستان والعراق وليبيا وإحنا أذلاء، بدل ما يركزوا الآن على علاقة الإنسان بالدولة اللي هو سبب التخلف وسبب الضعف والوهن، لأن الشعوب سلبت حقوقها في اتخاذ القرار وبالتالي ظهر الفقر والجهل وأمة ضعيفة، بدل ما ركزوا على هذا الجانب ركزوا على تلك الجوانب ليشغلوا الناس أكثر. طب السؤال هنا، لماذا الفقهاء الأوائل لم يركزوا كثير على هذا الجانب اللي هو علاقة الإنسان بالدولة؟ السبب أنه الدولة العباسية الأموية، الدول هذه كانت دول قوية ذات سيادة، ما حد يفرض عليها سياسة الخارج، وكانت الشعوب مقارنة بشعوب الدول الأخرى في العالم متمكنة وعزيزة، فبالتالي لم يحتاجوا للنظر لهذا الجانب، بينما إحنا نحتاج.